إلينا زوجنا لما كان إن صيت بسمانا كنا كنا بكرها وإنا كنا كنا الذي بشرتكم به والذي قبلتموه هذا الذي انتم ثابتون فيه هذا الذي ايضا خلصتم من قبله لاني بالكلام بشرتكم ان كنتم تتمسكون به والا فباطرا قد امنتم. انقل لكم يا احبائي تعزيه قدس البابا المعظم الانبا شنودة الثالث الذي اناب حضره صاحب النيافه الحبر الجليل الانبا ارميا وضع فيه للصلاة في هذه على هذا الشهيد المكرم. وقد بارك الصلاة عدد كبير من الآباء الكهنة المكرمين. أنا لم أكن أتشرف إني أعرف هذا الأرقم الفاضل، ولكن قطعا كان إنسان وارد أن ربنا أحبه فمات شهيدا. جنود العسكر والجيش كان على الارض قعدوا يضربوا فيه لحد ما يكاد يقوم عليه، لان هو عمره يعني عدى 60 سنه 65 سنه بتجهيز كان لا يستحمل. تمر في كل يوم الاحد 19 الى مستشفى الصغير الدولي للمهندسين والدوله تشهد بالامس يوم 16/10. كان فيها فرصه ان انا اشتغل مع الاستاذ مجدي في مكتبه الجامعه الامريكيه حوالي 12 سنه. كان بيحب الكل وهو كان نموذج حي للاب الحنين المرح اللي في اي مكان موجود يطفي ابتسامه ويطفي فرح ويطفي مرح وكل سنه وانت طيب. رايح مننا كتير، راح مننا كتير، وراح كنيسه يقولوا ده بلطجيه، برضو العمرانيه يقولوا بلطجيه، كنيسه القديسين يقولوا بلطجيه. لا احنا عايزين، طب ما فيش حل ان يدوروا على الناس دي؟ يعني هم البلطجيه دول مش عارفين يمسكوهم.